اولا اعتذار. اللخبطه اللي حصلت الفتره اللي فاتت في نقل برنامج من الابلكيشن لليوتيوب منعتني من التعليق على احداث مهمه وكتيره، لكن بالطريقه اللي بتدار بيها الامور يعني الظاهر انه هيكون في فرصه نرجع للاحداث دي تاني قريب. ثانيا اهلا بيك في اول حلقه على اليوتيوب، انا سعيد واتمنى ان انت كمان تكون سعيد. ثالثا والاهم، شكر واجب ومستحق لكل الناس اللي دعمت البرنامج والتجربه بشكل عام، انتوا السبب الرئيسي انها كملت على يوتيوب. يلا بينا. مساء الفل. السؤال هو ليه الناس وجوارديولا نفسه عندهم احساس ان تجربه مانشستر سيتي ما حققتش المطلوب منها لحد دلوقتي؟ والاجابه غالبا بتكون في سببين، اولهم دوري الابطال طبعا، وتانيهم هو ان الانفاق المبالغ فيه حسس الناس، بعض الناس على الاقل، ان اي شيء هتحققه التجربه دي برضو مش هيكون مبهر حتى لو كان دوري الابطال نفسه اللي هو السبب الاول. وبالتالي وصل سيتي وجوارديولا للوضع اللي هم فيه دلوقتي، دايره مفرغه. وده بيوصلنا للسؤال اللي ناس كتير بتساله دلوقتي، سواء بقى كانوا بيشجعوا السيتي او لا، هو جريليش جاي ليه؟ والاجابه الاولى البديهيه طبعا هي ان جريليش جاي لان عنده ما يضيفه لسكواد مليان نجوم بالفعل. سام لي محرر اثليتيك كتب تحليل طويل جدا عما يمكن ان يضيفه جاك جريليش لمانشستر سيتي، والتحليل ده كان فيه شويه ارقام مهمه. اولها مثلا كان قدرته الكبيره على صناعه الفرص من لعب مفتوح. هنا مثلا هتلاحظ ان جريليش قريب من كل صناع اللعب الكبار في التوب 6، مع العلم انه لعب اقل منهم كلهم باستثناء دي بروينا، يعني بالمعدل هو ممكن يتفوق عليهم كمان. وتانيهم هو قدره جريليش الكبيره برضو على حمل الكوره والدريبل وانتاجه الغزير من المهاره دي تحديدا، سواء انه يجري بالكوره ويسجل او يصنع فرصه او هدف، وهنا برضو الراجل قريب من لعيبه التوب 6. وتالت حاجه وهي مهمه برضو، اختراقات منطقه الجزاء او البنالتي اريا انتريز، ودي جريليش بيتفوق فيها اجمالي ومعدل على كل لعيبه الدوري. ولو قسمنا بقى اختراقات منطقه الجزاء لنوعين، اختراقات بالدريبل على المحور الراسي واختراقات بالتمرير على المحور الافقي، هتكتشف ان مفيش حد في الدوري كله زي جريليش. ولو تعمقنا اكتر بقى وقررنا نشوف هو بيعمل ايه جوه المنطقه بعد ما يوصلها، هنكتشف ان جريليش بيمرر وبيراوغ جوه منطقه جزاء الخصم تقريبا بنفس معدل لعيبه السيتي. طبعا انت اكيد خدت بالك من اللي انا خدت بالي منه، انت اصلا ممكن تكون قريت التقرير عادي وعارف كل الكلام ده، عشان كده بقى انا جاي اقولك عن نقطه اللي سام لي ما اتكلمش عنها خالص. تعال نرجع كده لكل الاحصائيات اللي فاتت دي. هنا مثلا هتكتشف انه جريليش ما بيقدمش اضافه ضخمه عن اللي بيقدمها دي بروينا في صناعه الفرص، وهنا برضو هتكتشف ان تاني واحد في الترتيب بعد جريليش هو ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي. اما هنا بقى فهتكتشف ان اقرب لعيبه لجريليش هم كالوم هوتسون اودوي من تشيلسي، وبعديه على طول اربع لعيبه بحالهم من مانشستر سيتي، هم محرز وفودن ودي بروينا وستيرلينج، غير برناردو كانسيلو تحت شويه. يعني من افضل 20 لاعب في الدوري كله بيوصلوا الكرة لمنطقة جزاء الخصم بالتمرير أو المراوغة، سيتي بالفعل عنده 6 لوحده من غير جريليش. وصولا بقى لآخر حاجة وهتكتشف فيها برضه إن سيتي بالفعل عنده 3 أجنحة تانيين قريبين من جريليش، هما ستيرلينج وفودن ومحرز برضه. كل ده بقى غير حقيقة إنه مانشستر سيتي بتاع الموسم اللي فات، اللي هو قد يكون أسوأ مانشستر سيتي أخذ الدوري تحت قيادة جوارديولا، يعني هو مازال ليدر الدوري في الأهداف والأهداف المتوقعة والأسيستات المتوقعة والفرص المصنوعة والاستحواذ وكل الإحصائيات اللي جريليش اوريدي متفوق فيها، ده من غير جريليش. وفرة غير عادية مبالغ فيها. احنا هنا مش بنتكلم على مميزات موجودة عند واحد من لعيبة السيتي مثلا ولو بنسبة أقل من جريليش، احنا هنا بنتكلم على 3-4 لعيبة بيقدموا نفس اللي الراجل بيقدمه بنسبة أقل. وده يودينا للرد المنطقي اللي انت عايز تقوله دلوقتي، بس جريليش افضل منهم في كتير من الاحصائيات دي، من ما كانش كلها، انت نفسك قلت بنسبه اقل وده حقيقي، بس خد بالك بقى ان كل الاحصائيات اللي فاتت دي بتتجاهل السياق. ايه هو السياق؟ خلينا نبتدي بالبديهيات. واحد، سيتي هو اكتر فريق بيستحوذ على الكوره في الدوري بنسبه 64% مقابل 48% لاستون فيلا. 2، سيتي بيقابل تكتلات دفاعيه طول الموسم على عكس استون فيلا. لو بصيت هنا مثلا على خريطه صناعه الفرص لجريليش الموسم اللي فات، هتكتشف ان جزء معتبر منها كان بره المنطقه اصلا، غالبا في تحولات ومرتدات سيتي ما بيلاقيهاش بالكثافه دي في مبارياته. خد بالك ان الدايره اللي موجوده دي هي نهايه التمريره
مش بدايته. ثلاثة بقى، جريليش ما كانش محمل بأعباء دفاعية في أستون فيلا زي اللي محمل بيها لعيبة السيتي كلهم طول الموسم. نخش في التفاصيل بقى. جريليش هو نجم أستون فيلا الأوحد، تأثيره هناك يفوق أي حد تاني بمراحل. زمايله بيستهدفوه بتمريرات أكتر، عنده وقت أكبر على الكرة، مسموح له يعمل اللي هو عايزه واللي شايفه مناسب للموقف. في ال 12 مباراة اللي غابهم عن أستون فيلا الموسم اللي فات، نسبة فوز الفريق نزلت للنص، من 25% ل 50%. وخد بالك إن 12 مباراة دي عينة حلوة تقدر تقيس عليها، احنا مش بنقارن 5 مباريات مثلا ب5 مباريات. ده بقى معلم هو عكس اللي بيحصل في سيتي بالظبط. سيتي غاب عنه باصابات طويله، ناس زي اجويرو، دي بروينا، لابورت، ومحدش حس بحاجه تقريبا. صحيح ان في كل المقارنات اللي فاتت دي حجم احصائيات جريليش كان اكبر من باقي اللعيبه، لكن لو جربت تبص للسياق هتكتشف ان ده منطقي تماما، ومش معناه ابدا ان جريليش هيقدم نفس معدلات المراوغه وحمل الكوره وصناعه الفرص في سيتي لكل الاسباب اللي احنا قلناها. الدليل ببساطه لان شيء مشابه حصل مع كل لعيبه السيتي اللي انت شفتهم قريبين منه في كل الاحصائيات اللي فاتت، ستيرلينج ومحرز وبرناردو ودي بروينا. لو بصيت مثلا على قائمة أفضل مواسم ستيرلينج من ناحية معدل المراوغات في ليفربول وسيتي، هتكتشف إنه في ليفربول كان بيراوغ أكتر، وخد بالك إن فرق النص مراوغة ده في المباراة الواحدة آخر الموسم هيجمع رقم، يعني لو لعب ال 38 ماتش كلهم هتفرق معاه في 18 مراوغة زيادة مثلا. نفس الشيء هتلاقيه في معدل مراوغات برناردو سيلفا ما بين موناكو ومانشستر سيتي، ونفس الشيء هتلاقيه في معدل مراوغات محرز ما بين ليستر ومانشستر سيتي برضه. في الواقع بقى الثلاث سنين اللي قعدوا محرز في سيتي مش من ضمن افضل 4 معدلات مراوغة لمحرز في مسيرته اصلا، ونفس الشيء بالحرف برضه مع دي بروينا اللي افضل معدلات مراوغته جت في الاربع سنين اللي قعدهم في المانيا مع فولفسبورغ وبريمن لما كان برضه نجم الفريق الاوحد. الشيء اللي ما تاثرش كتير عند الاربعه دول هو معدل صناعتهم للفرص والاسيستات والتمريرات البينيه، بل في بعض المواسم زاد في سيتي بنسبه بسيطه، لكن ده لان سيتي اصلا بيسجل بمعدلات خرافيه تتفوق على اي فريق لعب له اي واحد فيهم قبل كده. والسبب الاهم للظاهره دي بقى هو نفس السبب اللي بدانا بيه كلامنا، الوفره المبالغ فيها. لانك لما تبص على المواسم اللي حققوا فيها معدلات صناعه فرص عاليه هتكتشف انه صعب جدا المواسم دي تتزامن مع بعضها، صعب حتى تكون في نفس الفريق ببساطه، لانه مهما اشتريت صناع لعب ومهاجمين فالشيء الوحيد الاكيد هو ان المباراه ما زالت 90 دقيقه والفريق ما زال 11 لاعب، وفي حد اقصى للاستحواذ والفرص والاهداف مش هتعديه مهما عمل. ولو بنتكلم في مساحه محدده في الملعب او مرحله محدده من اللعب زي صناعه الفرص مثلا، فممكن تاخد من كل لعيب من اللعب عندك افضل حاجة عنده في موسم معين، لكن مستحيل كلهم او حتى 2-3 منهم يدوك افضل حاجة عندهم كلهم في نفس الموسم. الموضوع عامل زي المنحنى البياني كده، اضافة مواهب جديدة لفريقك في مساحة معينة هتزود قدراتك في المساحة دي، لكن لغاية حد معين بعدها منحنى طبيعي هينزل، ببساطة لان كل واحد منهم هياخد من مساحة التاني في الملعب، وببساطة برضو لانه في عامل نفسي مهم صفقات جوارديولا كتير بتتجاهله، هو ان اللاعب زيه زي اي انسان عايز يحس باستقرار وعايز يحس بثقة المدرب فيه، عايز يحس انه مكانه موجود وانه لو غلط ففي مساحة انه يصلح غلطه. مفيش لعيب في العالم كله مهما كان عايز يحس انه طول الوقت مهدد وانه لو غلط اي غلطة ففي وحوش قاعدة على الدكة جاهزة تاخد مكانه. دي بقى حاجات مش هتبينها اي داتا بس واضحة لاي بني ادم عنده عقل. الكلام ده كله هيقلل ثقته في نفسه وهيخليه اقل رغبه في المخاطره وتجربه اي شيء جديد، وهيبقى عايز يلعب على المضمون دايما، هيبقى عايز يلعب على التعليمات اللي قايلها له المدرب بالحرف. وده بقى يوصلنا لاهم واخر نقطه في الحلقه دي، لان فيما يبدو ان هي دي رغبه جوارديولا الحقيقيه، مراكمه عدد كبير جدا من المواهب وتحويلهم كلهم لعساكر بينفذوا التعليمات بالحرف. عساكر هو مستعد يتخلى عن اي واحد فيهم عادي فيتحولوا لمجرد تروس في المكنه، مستحيل يقدر ياخد من كل ترس افضل حاجه عنده، بس تروس كتير قوي وغاليه قوي. جوارديولا بيجري ورا حاجه مش موجوده اصلا، انه يبقى عنده 90 بروفايل مختلف لصانع الالعاب والجناح عاملين زي حته البازل، مفيش ولا واحده فيهم شبه التانيه، فتنزله في موقف معين يملى فراغ معين بالملي وينفذ اللي انا عايزه بالظبط في الموقف ده تحديدا، وده في الحقيقه مستحيل التنفيذ الا لو انت بتتعامل مع اشياء، بتتعامل مع حتت بازل مش بني ادمين. في 1975 إلين لانجر بروفيسور السايكولوجي في جامعه هارفارد
سقط مصطلح جديد في علم النفس، وهم التحكم أو The Illusion of Control. لانجر عرفت وهم التحكم بأنه ميل البشر للتخيل بأن عندهم السلطة على أمور هم في الحقيقة ما عندهمش أي سلطة عليها، أنهم يبالغوا في تقدير ذكائهم وقدراتهم وتأثيرهم على اللي بيحصل حواليهم. واحدة من تجليات وهم التحكم مثلا اكتشفوها في المراهنات، اللعبة اللي بيسموها الكرابس دي وبتشوفها دايما في الأفلام. اكتشفوا أن الشخص لما بيكون عايز الزهر يجمع رقم كبير بيرمي بقوة عادة، ولما بيكون عايز رقم صغير بيرمي بالراحة، وكأن في علاقة ما بين ده وده. طبعا ما فيش اي علاقة، لكن دي الطريقة اللي صور له بيها خياله انه هيبقى له دور في العملية ومتحكم في النتيجة، وانها مش خضع بس للصوت. طب ليه بقى انت تكون عايز تورط نفسك الورطة دي؟ ليه تدعي ان ليك تحكم او سلطة على امور بتحكمها الصدفة والعشوائية؟ ببساطة عشان انت عايز توهم نفسك لما تكسب انك كسبت عشان انت جامد مش عشان انت محظوظ. ولما تفكر بقى في مواقف كتير خسر فيها جوارديولا الدوري او الكاس او دوري ابطال، تكتشف انه نادرا ما كانت المشكله في اللعيبه. انت مثلا خسرت نهائي دوري ابطال السنه اللي فاتت لانك طبقت نظام غير مناسب من الضغط، واخترت لاعب في موقع الارتكاز غير قادر على مواجهه التحولات، وطلعت من ليون قبلها لنفس السبب تقريبا، وطلعت من توتنهام قبلها لان نجم فريقك ضيع ركله جزاء والنجم التاني كان قاعد جنبك على الدكه لانك اخترت ده. في النهايه لو كنت خرجت بلقطات انت كنت غير محظوظ فيها احيانا زي ركلات الجزاء الضايعه او الفرص السهله الضايعه، ففيما يبدو ان ده شيء هيفضل يحصل مهما جبت من لعيبه، مش جريليش اللي هيحله يعني. زي بالظبط ما انت تاهلت قدام باريس السنه اللي فاتت بقدر كبير من الحظ برضه. واحد من محرر التليجراف جيم وايت استخدم الفكرة دي تحديدا بعد الخروج من توتنهام. جوارديولا المدرب الذي قضى عمره في محاولة إلغاء الحظ يخدعه الحظ. ولو كان سوى خروجك بقى هو مبالغات تكتيكية أو قراءة خاطئة للمباراة زي ما حصل قدام ليون وتوتنهام وموناكو وتشيلسي، فده برضو هيفضل يحصل لأنك بني آدم وممكن تغلط عادي. كل ده ما يمنعش إن ممكن جريليش يتألق، ممكن يكون واحد من الأسباب اللي تخلي مانشستر سيتي ياخد كل حاجة السنة دي أو ما ياخدش أي حاجة خالص. لكن سواء ده حصل أو ده، فده هيكون على حساب لاعب تاني من الترسانة الهجومية اللي عند مانشستر سيتي بالفعل. والحقيقة إن جريليش مش هيكون قادر على إنه يحل مشاكل مانشستر سيتي القليلة اللي خسرته شوية البطولات اللي هو خسرهم في الكام سنة اللي فاتوا، ولو حلها هتبقى مصيبة انك بعد ما تصرف 600 مليون يورو صافي على التعاقدات تبقى مستني جريليش هو اللي يكسبك. على رأي واحد صاحبي كده قال لي صفقة جريليش دي عاملة زي ما يكون الرامات عندك 64 جيجا فخليتهم 128، كده كده مفيش ولا حاجة محتاجة 128 جيجا رامات. لو سألتني عن رأيي يعني، فانا شخصيا حاسس ان كل اللي بيعمله جوارديولا دلوقتي هو انه بس بيحزق وهو بيرمي الزهر. شوفك الحلقة الجاية، سلام عليكم.